السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في تغطية خاصة تأتيكم عبر شاشة قناة سامراء الفضائية. اليوم لدينا شأن خاص يتعلق بأحد أقضية محافظة صلاح الدين، وربما هذا القضاء عانى كثيرا، استثمر كثيرا، استغل أيضا كثيرا الشرقاط واستغلال الأزمات، هو عنوان تغطيتنا لهذا اليوم. رحبوا معي بضيفي الدكتور خطاب الضامن الباحث والأكاديمي والاقتصادي. مرحبا بك دكتور. مرحبا، حياكم الله. أسأل أولا دكتور، يعني اليوم السياسة هل تلعب دور سلبي ربما يهدد وحدة النسيج المجتمعي في قضاء الشرقاط؟ بكل تأكيد السياسة لعبت ولا زالت وسوف تبقى تلعب أدوار كبيرة ومؤثرة، هددت المجتمعات وساهمت في الكثير من الصراعات في كل الدول التي تستخدم أو تنتهج النظام الانتخابي الديمقراطي. وبالنسبة للشرقاط ممكن يكون نسبة دور السياسة في التأثير على العلاقات الاجتماعية وعلى تفكك النسيج أكبر من غيرها من المدن. الشرقاط للأسف كان في السابق في بداية التغيير كان فيها مشروع، كان فيها قيادة وحدت أهل الشرقاط، ومعظم أهل الشرقاط صوتوا لها ودعموها، لكن للأسف يعني بعد فترة داعش أو بالانتخابات التي سبقت داعش حصلت هنالك فجوة أو أزمة ثقة بين الناخب، بين الشارع وبين الوجوه التي كانت موجودة وكانت تلعب دور القيادة وازدعمت في المدينة. للأسف أزمة الثقة هذه هي زعمت أنها كانت تلعب دور القيادة، هي لم تكن قائدة، كانت بتفويض من الناخب، بتفويض من الناس بالتأكيد، لكنها عندما يعني لم تتعامل مع الموضوع بطريقة شرقاطية بحتة يعني. نعم، حصلت هذه الفجوة، وأستطيع أن أقول الفجوة حصلت منذ الانتخابات التي سبقت داعش 2014. نعم، كانت المؤشرات واضحة أنه الشرقاطيين فقدوا الثقة واتجهوا وتشتتوا، ومنذ تلك المرحلة شاهدنا دخول وجوه جديدة إلى الساحة كلها من خارج الشرقاط. مع احتراماتي نحن في صلاح الدين وفي العراق كنا بلد واحد ومجتمع واحد. نعم، ولا نريد أن نتكلم بعنصرية مناطقية أو عنصرية من جانب آخر، لكن دخلت استطاعت أن تستغل بعض الشخصيات، أن تضخ الأموال، أن تضخ المناصب، أن وعود مقاولات، وتمكنت. وللأسف الآن الساحة الشرقاطية هي نستطيع أن نقول منقسمة على نفسها ثلاثة أو أربعة جهات من خارج الشرقاط، وهي تسيطر ولها حصة كبيرة في الشرقاط. فبالتالي السياسة، النظام الانتخابي ساهم كبيرا في تمزيق الوحدة الشرقاطية، وهو يلعب دور سلبي. اليوم إذا تقوم بجولة في الشرقاط تجد داخل العائلة الواحدة، داخل المكون الواحد الاجتماعي أو الثقافي، هناك انقسامات، وهو دليل ومؤشر على غياب القيادة من المدينة. مو غياب الوعي، يعني اليوم المواطن هو واعي. نعم، اليوم خلي يتصارعون السياسيين، مو مشكلة عندي. نعم، خلي تصير صراعات سياسية، خلي تبرز أكثر من شخصية في منطقة ما، لا ضير. نعم، ديمقراطية وهذا مؤشر جيد على وجود نخب. لكن لما هاي النخب تكون بعيدة عن هموم المواطن، نعم، ما راح تظل لها مصداقية، ما راح يظل لها ذاك الأثر، ما راح يعني تكون لها ذيك الحظوة. نعم، ما راح تكون اكو مؤشرات انه الشرقاط اخيرا راح تنهض وراح تطلع لي شخصية معينة عليها اجماع او شبه اجماع. نعم، من ابناء المدينة. نعم، هذا الكلام صحيح ودقيق. واليوم المجتمع يمر بمرحلة من عدم الثقة، انعدام الثقة. يعني انا بالامس كنت في جلسة اجتماعية تحوي الكثير من فئات المجتمع، الضباط والشيوخ والشباب. نعم، وكنت استشعر حالة عدم الثقة اللي موجودة، الكل تشكك، الكل حتى يعني اصبحت هنالك حالة من اقدر اسميها حالة من اليأس او عدم الجدوى. الناس تقول لك انا ليش انتخب، نفسهم باقين، فلان باقي وفلان باقي وسوف يبقى فلان. فبهاي المناسبة ومن هذا المنبر انا ادعو كل أهلي في الشرقاط وفي صلاح الدين وفي العراق، نعم المرحلة الماضية كانت مرة، كانت صعبة، صوتنا كثيرا وتعبنا. نعم، وقدمنا تضحيات، وللأسف دائما تكون النتائج مشابهة للمرحلة السابقة أو ربما أسوأ من نواحي الفساد ومن نواحي الإدارية، ولكن
الحل هو ليس في التوقف عن الانتخابات أو مقاطعة الانتخابات، بالعكس الحل هو في الانتخاب، لأنه أنت صوتك إذا بقيت بالبيت يسمعوني أهلي وأخواني وأخواتي، أصواتكم إذا بقت ما صوتوا بيدكم ما كنتوا حريصين على أن تنتخبون من يمثلكم ومن تعتقدون أنه حريص عليكم وعلى مصلحتكم سوف تسرق أصواتكم 100%. القانون المفوضية حسب ما صرحت بالشركة المنفذة للقانون الإلكتروني قالت 20% من الأصوات من الممكن أن يتم فرزها يدويا ليس إلكترونيا، وهي خطورة، هاي خطورة. كلنا نتحمل المسؤولية، الشاب، الشباب، الشيوخ، النساء، الكل يجب أن يتحمل المسؤولية. هذه مسؤولية دينية وأخلاقية ووطنية، يجب أن نحافظ على أصواتنا بالرغم من كل المسات اللي شفناها، بالرغم من النزوح، بالرغم من داعش، بالرغم من كل ما عانيناه، بالرغم من الدماء التي قدمناها من الشهداء، يجب أن نتحمل المسؤولية ويجب أن نكون عند المسؤولية ونذهب إلى الصناديق. يا أخواني يا أخواتي، اذهبوا إلى صناديق الاقتراع يوم 12/5 وأعطوا أصواتكم لمن تعتقدون أنه يمثلكم وهو قادر على أن يكون خادما لكم، ليس زعيما عليكم، ليس سلطة تحت فوق رؤوسكم. نعم، أنا عفوا دكتور فقط أنوه يعني للسادة المشاهدين أنه بإمكانهم الاتصال على أرقام الهواتف اللي راح تظهر أسفل الشاشة للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، وريد أسمع أصوات من الشرقات حقيقة، لأنه أهم الشرقات كبير من العنوان استغلال الأزمات. أكو من دي يستغل الأزمة هاي؟ هذا الانقسام المجتمعي اللي دي يصير الآن، أكو من دي يستغل؟ بالتأكيد بالتأكيد كل الجهات السياسية هي تستغل الانقسام المجتمعي أو عدم وجود ثقة بقيادة معينة بالشرقاط، والدليل على ذلك اليوم كل الكتل السياسية في محافظة صلاح الدين تعتبر الشرقاط ساحة لها. يعني في أقضية أخرى لا أريد أن أسمي، معروف أنه القضاء الفلاني هو لأهله. نعم. ولا أستطيع أن أذهب إليه لكي أحصل على حفنة من الأصوات، لأنهم كلهم لديهم لا أقول إجماع على جهة واحدة، فجهتين ثلاثة أكو إجماع عليها. بس هذا استغلال الأزمات دي تسوي لي مكتسبات مكانية. اليوم منطقة عن منطقة دي تفرق بالشرقات. اليوم أكو كلام عن أنه أكو فرز لمناطق، هاي المنطقة موالية لفلان، فلان يصب جهوده باتجاه هاي المنطقة موالية لعلان، علان يصب جهوده باتجاهها ويدعمها ويقيم بها مشاريع. وموضوع التخصيصات اللي ربما يعني فجر أزمة حقيقية بالأمس القريب، هاي التخصيصات اللي قيل أنه أكو مبلغ يفترض أن يكون 15 مليار من أصل 100 مليار مخصصة لمحافظة صلاح الدين، ال 15 مليار وصل منها 8 مليارات، ال 8 مليارات يعني أيضا ربما قيل أنها ستختزل. يعني عفوا يمكن وياي أول اتصال دكتور موسى الحوري. السلام عليكم. حياك الله دكتور موسى. مرحبا مرحبا قناة صبر الصباحية. حياك الله. عندي مداخلة إذا ممكن. لا ممكن جدا، تفضل أخي الكريم. أنا بالنسبة لي ما نشر وما أثير من نشوف المواصل التواصل الاجتماعي. نعم. بخصوص الموازنة المعدة من قبل التخطيط للمجلس البلدي في قضايا الشرقات. نعم. أكثركم أغلبكم اطلع عليها وأغلب المثقفين والمطلعين على الشأن الشرقاطي. نعم. يعني كتبوا أنه الإحلال 500 مليون، حاويات 750 مليون، مركز صحي الخانوقة كذا مليون، تأهيل قاعة الخصوم 100 مليون، تأهيل أبنية حكومية 400 مليون، هذه الموقع ما حاج عليها، عارج عليها لا أمكن نقطر. طيب بالنسبة للإحلال 500 مليون، احنا انا كتربوي كمدير ثانويه نوصل بديع للبنين في الشرقاط. نعم. اداره القضاء مطلع على امور التربيه والمدارس، اغلب اداره الشرقاط يعني ما محتاجه الاهداف بهذا الكم الهائل من 500 مليون بقدر ما هي محتاجه الى. نعم عفوا دكتور، ما محتاجه لهذا الرقم يعني من التخصيص بالنسبه للرحلات. احنا طلعنا على البودره جدا، يعني كل الرحلات جيدة، يعني واقعها جيد، ودار التربية جاهدت بالرحلات يعني في بداية السنة، ولكن احنا بحاجة مثلا إلى صفوف إضافية، بحاجة إلى مدرسة، بناء مدرسة جديدة. يعني أنا حاليا مدير ثانوية ضيف على مدرسة ابتدائية، هناك 60 مدرسة متوسطة ضيف على مدارس ابتدائية، كذلك تأهيل مدرسة صوت ريش. أنا كنت مدير صوت ريش كاسين 2 مليون.
نعم. مدرسة أخرى إيش تحولت إلى مدرسة أخرى غير وهي الآن تشغيلها كلية. المفترض ووزارة التعليم العالي هي اللي تخصص هذا المبلغ وليس من لقمة الشرقاط اللي هي من جرم الله. طيب. حتى تروح لكل. طيب. بس هي وين الإشكالية دكتور؟ دكتور وين الإشكالية؟ فلوسه ده تنصرف. يا دكتور إذا تسمح لي، يعني هي فلوسه تريد تنصرف، يعني لا ضير خل تنصرف، وين المشكلة بالموضوع؟ اليوم احنا لما المشكلة بالموضوع متوسط طاقرش يعني تعاهلت قبل سنة ب 700 مليون، الآن شلون تعاهلنا ب 200 مليون؟ إذا اكو فساد بالموضوع. أها. اكو نقص، اكو سرقات، والآن تريد إيراد بيان يكمل هذا المبلغ حتى ينتهي موضوع الفساد. عندك طاقرة أيضا مركز صحة الخالوقي. مركز صحة الخالوقي أنا حتى بعلمي أنه حتى الآن ما بنى. كيف راح كاتين تغيير مركز صحة الخالوقي بكذا مليون 100 مليون 200 مليون؟ هو أصلا أخذوا مقاول مع أحد أعضاء مجلس المحافظة وما كملوا، لا زال هو نعم أساس. كيف يؤهل تغيير مركز صحة الخالوقي؟ هو أصلا ما بنى. كيف يؤهل؟ عندك مثلا تغيير قاعة الخصم. تغيير قاعة الخصم هي تريد تغيير الخصم. القاعة مسروق سرقت قاعة فيها داعش، سرقت منها الأساس يعني القنفات والمولد. كلها الأساس 25 مليون ومولد 10 ملايين 35 مليون. الآن بالقائمة بالتخصيص نعم كاتبين 100 مليون 100 مليون 100 مليون كاتبين تأهيل نادي الموظفين، ما كل شيء اسمه نادي الموظفين بالشرقات. نادي الموظفين ما موجود، كيف يقع نادي الموظفين 100 مليون؟ الآن هو نادي الموظفين هو روضة، كيف يقع 100 مليون؟ يعني هو أصلا يعني هو أصلا ماكو شيء اسمه نادي موظفين؟ ماكو اسمه شيء اسمه نادي موظفين، احنا ويؤهل ب 100 مليون ما عندنا نادي. طيب 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 دكتور موسى دكتور موسى اريدك توصلني الى شيء دكتور موسى دكتور موسى اريد اصل الى شيء ارجوك يعني هنا معناها انه انتم معترضين على آلية التوزيع لو معترضين على مكانية التوزيع بصراحة لانه احنا نعرف انه مناطق شمال الشرقاط هي التي اعترضت على هذا الموضوع لانها لم تخصص لها هذه الاموال. منطقة الجراف ما فيها ولا مشروع، بينما الساحة الأيسر أغلب المشاريع والثلاثة الساحة الأيسر ليش؟ لأن فيها عضو مجلس محافظة في الساحة الأيسر. فيها عضو مجلس محافظة الشمالية ترناف وينه؟ والمقاعة ولا مشروع في ولا مشروع. شنو اللي يستفيد إذا تسمح لي يعني لأنه أكو عضو مجلس محافظة هنا أنا بس أريد أوقف نقطة نظام دكتور موسى على كيفك ويانا يعني لأن أكو عضو مجلس محافظة بالساحل الأيسر كل التخصيصات تروح للساحل الأيسر. بالضبط لأنه أكو دافع عنها. طيب بهذا التوقيت إيش تتفسر؟ إذا تسمح لي بهذا التوقيت إيش تتفسر؟ تتفسر أنه هي مشاريع انتخابية. أنا أشكرك جدا الدكتور موسى الحوري طبعا صديقنا العزيز الباحث والأكاديمي. دكتور موسى يمكن وضح الأمور بس أنا يعني أثارت انتباهي مسألة أنه أكو فد شيء اسمه نادي الموظفين ما له وجود تأهيله بشقد ب 100 مليون 100 مليون أو أكو شيء اسمه نادي الموظفين الحقيقة حسب علمي لا يوجد شيء اسمه نادي الموظفين. من الممكن خلينا نفترض حسن النية من الممكن أن هنالك خطة لدى الحكومة المحلية أو الحكومة المحافظة ممكن تأهيل من دا أقول تأهيل يعني أنا يعني هنالك شخص أنا حسب علمي لا يوجد هنالك شيء اسمه نادي الموظفين. طبعا بالنسبة لموضوع التخصيصات حتى يعرف الرأي العام المبلغ هو 100 مليار دينار نعم. خصصة أو تم مناقلته حسب الموازنة العامة لعام 2018 نعم. من وزارة الهجرة والمهجرين إلى المحافظات المحررة نعم. 400 حصص صلاح الدين هي 100 مليار دينار هذا فقط مبلغ لإعادة الاستقرار في هذه المحافظات. هنالك سوف تأتي حصص صلاح الدين من الموازنة الاستثمارية سوف تأتي أيضا حصص صلاح الدين من تخصيصات أخرى 400 مليار دينار للاستثمار فبالتالي حتى بس يكون واضح لدى الرأي العام نعم. قضاء الشرقاط يعني نسبة السكان فيه تتراوح بين 15 إلى 16% من محافظة صلاح الدين ويعتبر ثالث أكبر قضاء بعد سامراء وبيجي نعم. فالمفروض كنسبة وتناسب لأنه بالموازنة كل التخصيصات توزع حسب نسبة السكان إذن 15 مليار 15 مليار فالسؤال الأول الذي أنا أوجهه لمجلس محافظة صلاح الدين كابن للشرقاط وكمتخصص في هذا الجانب نعم. وكأتحمل المسؤولية أيضا أنا عايش بالشرقاط وأتواصل ويا الناس وشفت حجم الغليان
وحجم الاستياء لدى المواطنين. فأنا أوجه رسالة إلى مجلس محافظ صلاح الدين باعتباره الجهة التشريعية التي أقرت هذه التخصيصات. من المفترض أن تكون حصص صلاح الدين 15 مليار، لماذا أقل من 8 مليارات؟ وهم يتحملون المسؤولية كاملة. أولا خص المبلغ ب 7.8 مليار دينار. لما نجي مثل ما تفضل الدكتور، لما نجي نحلل هاي المشروعات هاي التخصيصات وهاي المشروعات، فنجد مثلا 750 مليون دينار حاويات نفايات. هل من المعقول مدينة مثل شرقاط محتاجة إلى بنى تحتية، محتاجة إلى إصلاح؟ منو قسمها؟ أسأل أولا، منو اللي قسم هاي التخصيصات؟ أنا تكلمت مع أحد الأعضاء المجلس البلدي المحلي في مدينة شرقاط، وقال لي وأكد لي وأقسم لي بأن كل أعضاء مجلس شرقاط ليس لديهم أي فكرة عن الموضوع. يا إلهي، قال للأمانة حتى أكون صريح، قال رئيس المجلس والسيد قائم مقام وبالتعاون مع مجلس المحافظة هم من المفروض أنه السيد رئيس المجلس؟ نعم، قال لي أنه نعم. شخص هذا العضو قال لي السيد رئيس المجلس السيد قائم مقام هم الذين على تواصل مع مجلس محافظ صلاح الدين الذي أقر هذه الموازنة. فأنا أسألهم هل من المعقول أن نصرف 750 مليون دينار على حاويات نفايات؟ وإذا فعلا أردنا أن نصرفه وبنزاهة، يعني 750 مليون دينار ممكن تجيب لي مليون، يعني 100,000 حاوية. هل نحن محتاجين؟ هل لدينا عمال بلدية؟ هل لدينا آليات بلدية قادرة على أنه تستوعب هذا الحجم الكبير؟ خليني أم هاي النقطة، ويمكن هذا السؤال نطرحه على السادة أعضاء مجلس المحافظة، أنه أولا يعني أين ذهب التخصيص الأصلي؟ ثانيا يعني هاي أسئلة منطقية، كيف قسمت هذه التخصيصات؟ ولماذا قسمت أيضا بمكانية؟ موضوع التقسيم المكاني بعدين أخذه، لكن أيضا أخذ أيضا مداخلة من الزميل علي البيدر. مرحبا بك زميلنا العزيز. أهلا وسهلا بك أخانس، تحية لك ولضيفك الكريم للسادة المشاهدين. حياك الله. بدأ أحب أنوه إلى ما ذكره. نعم. وأعرج على ما ذكره الصديق الأستاذ خطاب حول حصة مدينة الشرقاط. لا يمكن يعني منطقيا، وهو رجل اقتصاد، لا يمكن تقسيم الموازنات حتى على مستوى البلد على يعني مناطقيا دون استقطاع جزء كبير منها لحكومة المركز أو الحكومات المحلية. نعم. فحصة قضاء الشرقاط وصلت يعني بالمليم، هذا هو استحقاق المدينة، لأن ما يعني الموازنة استقطع منها اللي هي 100 مليار أو بحدود 100 مليار، استقطع منها نسبة كبيرة إلى مشاريع عامة واستراتيجية تخص المحافظة بشكل عام، ومن ثم تم تجزئتها على بقية مناطق المحافظة. نعم نعم استاذ علي. طبعا استاذ علي أريدك تبقى وياي لأن عندي تساؤل وياك، لكن بعد ما ناخذ فاصل المشاهدين ثم نعود وياكم. من جديد حياكم الله. زميلنا علي البيدر يمكن بعده ويانا على الهاتف. نعم اهلا وسهلا بك، حياك الله. عذرا يعني اخي الكريم، يعني كنا في اعلان، يعني اريد ان اسال هل ان هذا التوزيع باعتبارك يعني صحفي ومراقب للشان العام في صلاح الدين وفي مدينتك الشرقاط تحديدا، هل ترى انه من العداله بمكان ان توزع هذه المبالغ بهذه الطريقه؟ اولا على مستوى المال وعلى مستوى شكل التخصيص، ثانيا على مستوى المناطق التي خصصت لها هذه المبالغ والتخصيصات. طبعا دعني اذهب من الى سؤالك الاخير او الشطر الاخير من السؤال، انه يعني هناك حاجه مهمه وحاجه اكثر اهم. بعض المناطق احتجت انها لم تشمل بتخصيصات من موازنة القضاء. هذه المناطق يعني إذا أريد أفسرها أنها وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، يعني تحتوي على مستوصفات ومراكز صحية إضافة إلى مشاريع مياه ومدارس. هذه حاجة القرى الفعلية. أنت مو يريدون منطقة تسوي لهم ملعب رياضي ومنطقة ما
بها مدرسه، انت بنظرك وتجيب اي شخص ايهما اهم، الملعب الرياضي ام المدرسه؟ لا شك ان المدرسه طبعا أهم. هذه بعض المناطق احتجت انها تبحث عن مشاريع يعني تصل الى حد الرفاهيه مقارنه بالمناطق الاخرى من المدينه التي لم تصل الى الاكتفاء الذاتي. لدينا يعني مركزان جديدان في المدينه هما الساحل الايسر وناحيه تلول الباج، هذه الناحيتين نقولها بالعاميه عازلين جديد مستحدثات. نعم 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 علي علي يعني اذا سمحت لي زميلنا علي، الساحل الايسر ساكنين بيت مزرين. نعم نعم زميلنا علي نعم يعني بعيدا عن التفاصيل. لا 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 نعم. اخذتني الى التفاصيل. انا اريد ان اسال سؤال يعني مباشر. الدكتور موسى الحوري قبل قليل ذكر قال انه هاي المناطق تم التوزيع بها من اجل دعاية انتخابية، انت مع هذا الرأي ام لا؟ لا وقال ايضا ان هنالك عضو مجلس محافظه في الساحل الايسر، بالتالي هو يجير هذا الموضوع لمصلحته. لا يمكن ان نذهب الى الحديث عن لان هم اعضاء المجلس البلدي، يعني اذا تحدثنا انه لا يوجد بهم ممكن سوى مرشح واحد الى الانتخابات كي ناخذه. السيد رئيس المجلس قبل قليل التقيت به وتحدثنا بإسهاب حول الموضوع وكشف لي تفاصيل لا يمكن الحديث بها في وسائل الاعلام بالوقت الحاضر، ثم نذهب الى قضيه اخرى انه رئيس الوزراء اخر صرف يعني الموازنات في كل مناطق العراق لعدم استثمارها في الدعايات الانتخابيه. الموضوع نعم نعم زميلنا علي نعم يعني عذرا لضيق الوقت انا اشكرك جدا، بس يعني هذا موضوع اخر اذا لا يستطيع يعني احد ان يتكلم يعني فيه بوسائل الاعلام. عموما نحاول نامن يعني فيما تبقى من الوقت ان شاء الله الاتصال مع السيد صلاح الشعلان رئيس المجلس المحلي. نعم أرد على الأخ، نشكرك زميلنا علي البيدر تقدر يعني حضرتك. نعم شكرا للاخ الاعلامي علي البيدر على المداخله. طبعا انا اختلف معه في نقاط واتفق معه في نقاط اخرى. النقطه التي ذكرها عن مساله النسب، نعم يتم استقطاع نسبه للمركز، هذا الشيء غير قانوني وغير دستوري. القانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الاتحادية العام 2018 نص على أن هذه الأموال توزع حسب نسبة السكان. القضاء الفلاني فيه 10% تذهب له 10 مليارات من 100 مليار، القضاء الآخر 30% يذهب له 30 مليار. هذا الكلام غير دستوري، ويستطيع هو والأخوة في مجلس المحافظة أن يطلعوا على نص قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق. نعم. بالنسبة لسؤال حضرتك ولإجابته حتى نكون صريحين، نعم، وحتى أيضا نكون منصفين، ونحن أمام مسؤولية وكل أهلنا ينظرون إلينا. الوضع في قضاء أشرقاط، قضاء أشرقاط ممكن أن يكون مقسم مكانيا أو جغرافيا إلى ثلاث مناطق: الساحل الأيمن والأيسر اللي هو مركز الأشرقاط الذي يعتبر مركز به الخدمات وبه، نعم، مركز الدولة، والساحل الأيسر الذي للأسف يعاني من إهمال حتى نكون صريحين، يعني مستوى الخدمات هي أقل من الجانب الأيمن لأنه، نعم، المركز ودائما التركيز على المركز على الأيمن، فالأيسر أقل. وجهة شمالية اللي هي منطقة الجرناف نسميها أو الخضرانية، و هي ايضا منطقه مهمه وايضا مهمشه للاسف، نعم، ايضا دائما تكون غائبه عن الانظار بموضوع المشاريع. وللامانه منطقه الجرناف وشمال الشرقاط يعني اذا نجي نشوف ما راح نلاقي لها. اذا لهم حق ان يعترضوا، لهم حق، وانا اذا لهم حق ان يعترضوا على هذه على هذا التقسيم وعلى هذه الميزانيه، لانه يقول، نعم، لك انا اليوم ايضا مواطن شرقاطي، انا اليوم ايضا هذا موضوع، نعم، يتعلق بالموازنه ويتعلق بحصتي، نعم، انا من حق اليوم اخذ مكتسبات اللي دي ياخذها ابو الايسر او ابو الايمن، نعم، وشنو يعني واذا مكانيا هاي المنطقه هي مركز المدينه؟ من حقهم، نعم، من حقهم، هذا حق مشروع. وحتى نكون منصفين بالنسبه للساحل الايسر قلنا انه مستوى الخدمات اقل، ساحل ايسر جسر مقطوع، فاشوف انه هناك تخصيصات ويستحقون التخصيصات حتى نكون كما ننظر بعين الاحترام وعين الاستحقاق للساحل الايمن يجب ان ننظر ايضا للايسر والى شمال الشرقاط والى ايضا منطقه تلول الباج. زين نقدر ناخذ عفوا رأي، ولكن بس نعم اخر فقره، نعم، ولكن من غير المعقول يعني انشاء ملاعب ب 490 مليون دينار، نصف مليار لملاعب، من المفترض ان يتم التركيز بكل هاي المناطق على الجانب الصحي وعلى التربيه. يعني اليوم اذا تذهب الى مستشفى الشرقاط
يعني حصلت لدينا للأسف حالات وفاة كثيرة، جرحى لا يوجد وسائل إسعاف أولي، تمام. لا يوجد أدوات، لا يوجد أطباء، لا يوجد علاج، وهي ما شاء الله جبهة مفتوحة صايرة، يعني كبار السن لما يتعرض إلى مشكلة قلبية يعني ساعة ساعتين توصل تكريت، يعني حصلت عندنا على حالات وفاة ويسمعوني أهل الضحايا من الشهداء ومن المرضى، ويسمعنا أيضا اللي ويسمعون المسؤولين. انضم معانا الآن، انضم معانا فيجب الآن السيد، يتم التركيز على القضايا الأساسية والحيوية لحياة الناس. نعم ممتاز. طبعا شكرا للأخوة بالكونترول. انضم معانا الآن السيد صلاح الشعلان رئيس المجلس المحلي لقضاء الشرقاط. مرحبا بك سيد الكريم. مرحبا بكم قناة صلاح الدين، أهلا وسهلا بكم. قناة سامراء عفوا، يعني نحن كل الاعتزاز بالقناة الزميلة هنا صلاح الدين. حياك الله. يعني أستاذ صلاح، نسأل أولا عن هذه المبالغ وهذه التخصيصات التي ثارت حولها ضجة كبيرة في قضاء الشرقاط، وكان هنالك اعتراض وامتعاض من الأهالي، والبعض رأى أنها دعاية انتخابية، البعض رأى أنها ربما تخصيصات استحصل عليها بعض المسؤولين، هم يعتبرونها استغلال إذا ما قيست أن عضو مجلس محافظة مثلا يستأثر بالتخصيصات في منطقة واحدة، وهذا الكلام على ذمة قائله، فما هو رأيك؟ بارك الله بكم. عفوا لي اخطأت، يمكن إذا قناة سامراء. نعم قناة سامراء. أريد أحب أطمنكم أطمن جمهورنا أن كل ما أشيع هو عبارة عن كذبة. هذه المشاريع اللي نشرت مالها أي صحة، والمشاريع حاليا على لازمها بيدي وأقدر أرد لكم إياها. أضف إلى ذلك إحنا جهة استشارية وليس جهة تنفيذية، يعني ما لنا دور بالتنفيذ ولا دور بالقرار. كيف هاي المشاريع كذبة؟ فسر لي إياها. يعني إحنا من حقنا نقترح ألف مشروع للشرقاط. نعم. ماشي، بس حكومة المحافظة هي اللي تقرر، والوزارة راح بعدين هي اللي تنفذ، إحنا ما لنا دور. قال هو حبر على ورق لليوم إن الشرقاط ما وصل له مشروع هذا من 15 سنة. نعم. مو جديدة علينا. يعني هذا لحظة اليوم إذا واحد. إذا اليوم تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت هذا الشيء، وطبعا الكلام على ذمة عضو مجلس محلي، وطبعا أثار ضجة، وهاي القوائم قدامنا الآن بها بودرة وبها مبالغ وبها تخصيصات، الكذبة ليش تنكذب؟ هو هذا السؤال. هسه على التلفزيون يسمعني كله مو؟ كل تسمعك. إذا مخصصين 750 دينار، أكرر وليس 750 مليون. نعم. للنفايات أو للبلدية فهم صادقين. فهم؟ إذا أكو بوابات بالشرقاط أيمن وأيسر فهم صادقين. أها. هذا الحكي كله، يعني هذه المشاريع قدامي وأقدر أقرأ لك إياها. لا هي قدامك ايضا موجوده على الشاشه، بس هو اذا يعني اذا يعني اذا تشوف قناه سامر. بس انا ايد اسالك اليوم واحد سوى بودره كامله وبيها تخصيصات وبيها اموال وثارت ضجه وقيل كلام، يجي رئيس المجلس المحلي لقضاء الشرقاط السيد عماد صلاح الشعلان ويقول هاي التخصيصات والاموال والمشاريع كذبه، منو من مصلحته ان يروج كذبا؟ ما اعرف هو منين جابوا هاي الورقه، شنو هاي الورقه حقيقه؟ انا مو شغلي اعرف منين هاي الورقه، انا اعرف اكو شيء رسمي حامد الدين مجلس المحافظه، الميزانيه اللي وصلته ما بها هاي السوالف. يعني هاي الورقه اللي الان دا نشوفها هي عباره عن كذبه، زين منو من مصلحته؟ انا اريد هاي الكلمه. انت مسؤول تنفيذي، يعني اذا استاذ اذا تسمح لي، انت مسؤول تنفيذي ونعم عفوا تشريعي ضمن القضاء، رئيس الجهه التشريعيه، بالتالي انا اريد اسال منو من مصلحته يروج انه فلان يشيل الساحل الايسر وفلان يشيل الساحل الايسر وفلان يشيل الساحل، والجناف معترضين والايمن معترضين، ليش يا اخي؟ ليش نتركها للسلطه الثالثه اللي هم انتم؟ احنا بالنسبه ان تفسيراتنا. واني اشكرك جدا السيد رئيس المجلس المحلي طبعا لقضاء الشرقاط الاستاذ صلاح الشعلان يقول كذبه. انا احب ان ارد على كلام الاخ سيد صلاح الشعلان رئيس مجلس البلدي لقضاء الشرقاط، وادعوه ايضا ان يطلع على تعليمات قانون الموازنه العامه الذي يقر ونشر في الجريده الرسميه ويعتبر قانون نافذ وعلى جميع الالتزام به. نعم. القانون فيما يخص موضوع مبالغ إعادة الإعمار ينص على أنه يمنح مبلغ 100 مليار دينار لمحافظة صلاح الدين. نعم. ويقسم حسب النسب السكانية للأقضية في المحافظة. آلية صرف هذا المبلغ، يقوم مجلس المحافظة باقتراح المشاريع اللي هي هاي
هذه مو كذبة، هذه تم اعتمادها من قبل مجلس المحافظة. يتم يقوم مجلس المحافظة باقتراح المشاريع وإرسالها بأرقامها وبتفاصيلها وإرسالها إلى وزارة التخطيط خلال فترة شهر. تقوم وزارة التخطيط بالاطلاع عليها والمصادقة عليها ومن ثم ترسل إلى المالية ليتم صرف هذه الآلية. أما الحديث عن أنه هل هنالك بوابة، نعم سوف في المستقبل سوف لما تتم هذه الآلية سوف تأتي الأموال، وإذا ما لم يعدل هذا سوف ينفق مبلغ 750 مليون دينار على حاويات النفايات في الشرقات. وسوف ومن المستحيل أن ينفق مبلغ 750 مليون دينار على حاويات، يعني شكلا نعم سوف يخصص سواء ينفق ربع نصه، هذا من واجبه. ومن واجب زميلي وأخي وصديقي سيد صلاح شعلان أن يذهب إلى مجلس المحافظة ويستفسر. أنا أعتقد من خلال الكلام لا أعتقد أنه لديه معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، هو كذب الخبر، وأنا لا أعتقد أنه هذا الخبر كاذب. تم نشره من قبل أحد الأعضاء القدامى والمؤسسين لمجلس المحلي في قضاء الشرقاط، وأعتقد بإمكان السيد صلاح شعلان أن يتدارك الأمر و يقوم بجهود منا ومن الرأي العام ومن الإعلام بتغيير هذا الواقع المرير اللي موجود في هذه التخصيصات. طيب. حتى تخصص الأموال بعدالة على كل أهل الشرقات وكذلك في الأقضية وفي صلاح الدين، وأن تخصص لما يخدم المدينة وأهل المدينة. لهذا أريد أرجع على المربع الأول على أو بداية حديثنا، لما قلنا أنه السياسة اليوم ممكن أن تلعب دور سلبي بتهديد النسيج المجتمعي، هاي الأمور هي اللي تخلق هذا طبعًا الشرخ طبعًا. زين، يعني لما يكون الكلام بلغة مال ويكون الكلام بلغة سياسة فأكو تهديد للنسيج المجتمعي داخل الشرقاط. يمكن عندنا أيضا اتصال مع أخير مع الشيخ إسماعيل. نعم شيخ حياك الله. حياك الله أخي العزيز الشيخ إسماعيل الدولة، أنت على الهواء تفضل. الله يبارك فيك. شكرا الشيخ أبو أركان أحد زعماء قبيلة زبور في العراق والوطن العربي ومستشار محافظ صلاح الدين للشؤون العشائرية. حياك الله. ورئيس مجلس عشائر الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط. حياك الله أخي الكريم، شرفتنا. أنت الشرف. يعني هو حضرتك يمكن يعني سمعت شيء من 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 الكلام، نريد نسألك اليوم يعني هذا اللي دي يصير، يعني ما دام حضرتك دخلت ويانا على الخط مباشرة، النسيج الاجتماعي اليوم بالشرقاط ماذا تهدده هاي الفورة الانتخابية اللي تصير؟ ماذا تهدده أحيانا الاستقطابات من جهة إلى جهة، الاستقطابات المكانية اللي ابن الشرقاط ما بحاجة إليها اليوم؟ والله يا أخي والله مع مسألة الانتخابات الآن تقريبا ما بقي إلا أيام معدودة، والوضع عندنا في الشرقاط هذه والناس سبقوا أن خرجت في قناتنا صلاح الدين وفي العربية الحديثة، الأمور ماشية وبهدوء وكل من يروح اللي وقف معاه واللي سالب في التهجير واللي جاء واللي طلع نوصل أمني واللي في كل النواحي، لكن كل هذه لازم أن نجتمع ونتحد للقضاء بس على الفاسدين اللي مرت سنين إجاف عليهم لحد الآن لا يوجد لدينا جسر يربط بين الأيسر أو الأيمن. أما من ناحية أخرى هو الميزانية مال الشرقاط، حقيقة الشرقاط يحتاج على 50 مليار وصلنا 8 مليارات، يعني هذا فضل من الله. وقريت عن التواصل الاجتماعي كاتبين واحد طابع شخص يعني معين كاتب نعم. حاويات وكاتب أبقار حلوب وكاتب قدور وكاتب أصباب، وأنا حوالي رئيس مجلس وطلعت على الميزانية وطلعت على جدول، وكان جدولها كالآتي: اللي يوصل قضاء الشرقاط 8 مليارات تم منحها بالتساوي عند ثلث نواحي والباقي قرى متناثرة في هذا القضاء. نعم. الساحة الأيسر نسبته من هذا القضاء الساحة الأيسر لآني أفطر به مجال من جهة مخمور. نعم. إحنا نسبته 42% أن الساحة الأيسر جت حصته كاملة
وامرنا اولا بمجمع حكومي كامل للمجلس وللمديريه وللناحيه. نعم 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 شيخ، لكن شيخ شيخ انا 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 لان الوقت يعني الوقت اداركني، اذا تسمح لي شيخ، اذا تسمح لي، ان الوقت اداركني جدا واريد منك يعني كلام اليوم. هاي الامور، الامور اللي تتعلق بظهور تخصيصات في هذا الوقت، هذه الامور باختصار شديد ارجوك، امور حقيقيه لو امور انتخابيه؟ لا والله انا لست مرشح. لا 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 انا ما دا اسالك كم مرشح يا اخي الكريم، سؤالي محدد، اذا عندك اجابه انطيني. هذه الامور الان عندما تطرح بهذه الطريقه، هل هي امور في خدمه المواطن الشرقاطي ام امور انتخابيه؟ اريد منك اجابه. شوف، هي دي حوار تكبير الجزء، الجزء الاول هو يفترض ان توضع هذه الاموال عند الانتخابات. طيب، ولكن اجت في وقت الانتخابات وقسمت الاقليه والنواحي، يعني انا كقضاء حطي 8 مليارات، اما من تسالني عني هذا حكومه قائمه ووزعتها، فاحنا ايضا استثمرناها استثمار حقيقي، يعني مو مثل ما مكتوب على التواصل الاجتماعي افكار وواحد يقول لي حاولات. طيب طيب، ما تصليح المطبات في الشوارع. طيب شيخ، نعم نعم شيخ اسماعيل، يعني يعني عفوا عفوا انا نعم الوقت لدي، الوقت لدي انتهى. انا اشكرك جدا يعني شيخ اسماعيل الدولت على المداخلة، اعود معك دكتور خطاب يعني لكي نستثمر ربما نصف دقيقة يعني من 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 الوقت. انا لدي رسالتين مهمات. نعم. الرسالة الاولى هي موجهة الى مجلس البلدي في مدينة الشرقاط والسيد رئيس المجلس والسيد القائم مقام، اتمنى ان ياخذون دورهم الحقيقي والقانوني والدستوري في السيطرة على تخصيصات القضاء وكذلك كل القضية في صلاح الدين، يجب ان يكون لهم دور دستوري وقانوني وحاسم، وفي تخصيص هذه الاموال لما يحتاج القضاء، صحه، تربيه، ملاعب، طرق الى اخره، وبعداله. اليوم المجلس المحلي في قضاء الشرقاط فيه اعضاء من كل القرى، من تلول الباج، من الساحل الايسر، من الايمن، من الجرنف، كل قريه فيها ممثل ويجتمعون بجو ودي ويقسمونها. وايضا هي نفس الرساله موجهه الى مجلس محافظه صلاح الدين، الاخوه في مجلس محافظه، الاعضاء، السيد رئيس المجلس يجب ان يراعوا العدالة ويراعوا حق المجالس المحلية في حصصها. رسالة ثانية بعد حبيت، رسالة ثانية هي إلى أهلنا في قضاء الشرقاط، كل العشائر الساحلين الأيمن والأيسر، شمال الشرقاط، الخضرانية، الجرناف، الانتخابات سوف تمضي وسوف ينجح من ينجح ويفشل من يفشل، ولكن نحن كما عاش آباء أجدادنا وآباءنا ونحن عايشين الآن سوف نبقى بعدنا أبنائنا وأحفادنا، يجب أن نحافظ على اللحمة الاجتماعية وعلى السلام وعلى المحبة، يجب أن نجعل الأمان والسلم الاجتماعي هو هدفنا الأساسي وليس التصعيد الانتخابي وأن يفوز فلان وأن يفشل فلان. أنا أشكرك جدا دكتور خطاب الضامن الباحث والأكاديمي، كنت ضيف تغطيتنا الخاصة. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين، وننوه بأن حق الرد مكفول لكل السادة والذوات والجهات التي ذكرت في هذه الحلقة. بأمانة هذا الموضوع قد يحدث شرخ اجتماعي نحن لسنا بحاجة إليه في قضاء ينكب بين الفترة والأخرى ويعطي شهداء ربما في يعني في الأسبوع هنالك حصيلة نسمعها دائما وضريبة يدفعها أبناء الشرقاط على ماذا لا نعرف. هنالك أيضا أمور تؤشر إلى وجود ما يشبه الدعاية الانتخابية أو استثمار الأمور. نتمنى أن تنتهي الأزمات في الشرقاط وفي محافظة صلاح الدين وفي العراق. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحبه.